فكرة، ايه رأيك، ايه رأيك لما والتر بواليا كده جاب هدف وخد ثقة؟ شايف ازاي والتر بواليا؟ دايما والتر بواليا انا يعني انا دايما العصور الذهبية، سارة انت يعني دخلتيني في موضوع كنت عايز اتكلم فيه. دايما احنا العصور الذهبية بتاعتنا كانت كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب وكابتن زيزو، اتنين انسايد ليفت وراس حربة. العصور الذهبية لمستر مانويل جوزيه بالجيل الجميل اللي هو لعب متعب وفلافيو، صح، وما يوازي من قبلهم كان في احمد بلال برضو. النهارده عيد ميلاد متعب، بقى اقول له كل سنه وهو طيب. متعب كل سنه طبعا، متعب يا متعب اهلاوي صميم وقدم حياه جميله جدا متعب بالنسبه لنفسه ولمصر وللنادي الاهلي. صح، لعيب محترم نفخر ان هو كان بالتيشيرت الاحمر يعني. اكيد كل سنه طيب. تاني حاجة نتكلم على متعب وفلافيو، بتكلمك على سيستم الشكل اللي هو بيبقى عندي دايما اتنين راس حربة او اتنين فراودة بيعطلوا اي حاجة جاية لنا. من ما بنلعبش بقى ايه، ننزل تلت ملعب او لعبت اقدر اقابل اي تيم هو جاي يواجهني او عايز يهجم عليا. دي اول محطة بالنسبة لنا، كانت دايما اول محطة بالنسبة لنا. وكنا بنلعب ايام انا 4-3-3 او ايام مانو جوزيه 3-5-2. شوف دايما بكلمك بقول لك اتنين قدام. هو دايما في روح المحطتين. فبواليا لو كان في محطه جنبه هتلاقي بواليا ده حاجه تانية يا ساره. انما يتحمل مسؤوليه دفاعا وهجوما على خط فيه اربع افراد او نص ملعب الخامس بينزل يستلم منه. هتبقى الحكايه بالنسبه له الكونتر بتاع الكوره او ازاي الماتش اللي فات تلاقيه بينزل دايما على جنب عشان عايز يستلم، بيحس انه لوحده. انما مش هضمن في كل مره ان اجاييه اللي انا اخترته احسن لاعب الماتش اللي فات، كلهم اختاروا بوالي وانا اخترت اجاييه. اجاييه العائد بقوه ان هو يبقى في كل مباراه هيديني نفس الافكت نفس الشكل. فدايما احنا عايزين تدعيمات لبواليا عشان بواليا يقدر يديك الكوره اللي عنده، بمعنى الدخول دايما في 18 زي ما عملنا في ماتش المريخ. العرضيات الكتير قوي نستغلها، نخلص المباراه بدري بدري، الفرصه الذهبيه بتبقى خارج الارض. احنا هنا نقدر نعوض في 90 دقيقه، ما قدرناش نجيب اهداف في اول شوط بنقدر نعوض تاني شوط، انما هناك الفرصه بتبقى غاليه لما بنلعب بره ارضنا. فلازم يبقى في مساندات لهذا اللاعب اللي هو سنتر فيرو بتاعنا او راس الحربه. نوعية بواليا، نوعية محمد شريف، نوعية كهربا، نوعية مروان محسن وأجاييه كمان في نفس الوقت وحسين الشحات، هم دول ومحمد طاهر يعني مش عايز انسى حد. دول اللعيبة اللي هي تقدر تعمل الميكانيزم نفسها والسويتشات داخل الملعب ان هو دايما يبقى عندي اتنين. فانا بضمن لك لو بواليا في حد كان قريب منه في المنطقة دي وحسسه براس حربة تانية، اعتقد ان هو هيأدي كويس قوي، ان العيب مش هتبقى عليه لوحده يعني.